طبعا هاي مبادرة حلوة كثير من جامعة خضوري، تسعى لتطوير يعني فرع جديد لأكاديمية أو فن تعليم الطبخ. وطبعا إحنا كمطاعم بنحب نقدم كل الدعم للجامعة حتى ترتقي في موضوع فن الطبخ إلى أماكن يعني الأكاديميات العالمية. كل شيء في بدايته راح يكون صعب، بس مع الوقت راح تكون إن شاء الله إشي كويس. طبعا هم استضافوا شيفين من تركيا، تركيا اليوم يعني في الأكل تعتبر من البلاد المتقدم والمتطور جدا في تقديم الأكل وفن الأكل، والمطبخ التركي يعتبر بحق من أغنى المطابخ في العالم. حتى المطبخ الفلسطيني أو الأردني أو الشامي هو طبعا يعني ملحق أو تابع للمطبخ التركي، لأنه تركيا كانت يعني على مدى 500 عام في مناطقنا، يعني كانت تحكم في مناطق العالم العربي. فالتأثر والاندماج واضح بين الأتراك بين المطبخ التركي والمطبخ العربي، سواء كان المطبخ الشامي أو المطبخ اللبناني أو المطبخ الأردني أو الفلسطيني. إحنا هنا إن شاء الله حابين نشوف شو بقدموا، وحتى إحنا نستفيد يعني منهم، إحنا بنتعلم كمان. والحمد لله يعني بنحاول إن نقدم إشي زي ما بقدموا الأتراك وأفضل إن شاء الله. اسمي رها أرمومجو، ملحق ثقافي تركي في القدس في فلسطين. في هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة الخضري طول كريم وبين معهد يونس سمرة، احترنا الطباخ تركي من تركيا ومشهور في تركيا، وأول مرة سنعمل هذه الفعالية في فلسطين، وسيطبخ النازك كباب. طبعا أكلات تركية وفلسطينية هي قريبة جدا ومشتركة بشكل عام، وفي هذه الفرصة فكرنا مع دعم جامعة الخضري أن يطبخ شيء مشترك بين ثقافة تركية وثقافة فلسطينية، ولذلك هم جاءوا إلى فلسطين أول مرة، الطباخ جاء إلى فلسطين أول مرة، وطبعا نحن مبسوطين جدا في جامعة الخضري. Merhabalar, ismim Muhammed Ömür Akkor. Türkiye'den geldim. Türkiye'de aşçılık mesleğini icra ediyorum. Ama onun haricinde 25 tane yemek kitabım var. Yanı sıra da televizyon şovları, işte çeşitli firmalarla beraber bir işbirliği yapıyorum. Kendi restoranım da var. Ama Yunus Emre Enstitüsü'nün sayesinde Filistin'e geldim ve burada Teknik Üniversitede yemekler yapacağım. تمام. محمد أمور أكور، جاي من تركيا، هو بيشتغل بشكل أساسي في مهنة الطبيخ يعني هو شيف. طبعا عنده 25 مؤلف 25 كتاب في مجال الطبيخ، كمان بيدخل في يعني عروض للتلفزيون للتعريف بالأكل التركي والطبخات التركية. بالإضافة لهذا الكلام هو جاي هنا من خلال مركز يونس، مؤسسة يونس أمرة اللي هي المؤسسة التركية للتعاون مع الثقافة مع الدول المختلفة، جاي على فلسطين. إلك دفق اليورسونس فلسطينة أول مرة جاي على فلسطين، ومبسوط جدا إنه أجي على فلسطين وبين الشعب الفلسطيني. Bence benim değil, sadece bütün dünyanın merak ettiği bir yer. Çünkü girişler çıkışlar çok kısıtlı. O yüzden bir kere burada bulmak benim için büyük bir heyecan. Yanı sıra da Türkiye'de ben Suriye sınırında doğdum ve aslında aynı yemekleri yiyip içiyoruz. Bir tık da aslında iki mutfağın birbiriyle olan ilişkisini öğrenmek için geldim. وبقول يعني طبعا فلسطين من الأماكن اللي عند الناس كلها شغف ورغبة وبتجيها بحب، ويعني هيك في داخلها عاطفة خاصة لأنه مكان له كرسيته وله خصوصيته. طبعا بقوله أنا عايش في تركيا على منطقة قريبة بين الحدود السورية والتركية، والأكلات المشتركة هيك نشوف يعني شو العلاقات العلاقة بين الأكلات المختلفة اللي عند العرب وعند الأتراك، يعني هذا الأمر من الأسباب اللي جاي هو يتعرف ويعرف عليها. Burası dünyanın en güzel topraklarına sahip. Burada olmak çok mutluluk verici.
بقول هذا البلد من أجمل بقاع الأرض، وأنا مبسوط جدا أني موجود في فلسطين. هوش قال دينيس؟ طبعا اليوم احنا بحمد الله قمنا بتوقيع بروتوكول بين الجامعة وبين المركز الثقافي التركي، والنشاط اللي أمامكم الآن هو تكملي للبروتوكول اللي وقعناه. يهدف طبعا هذا النشاط إلى التعريف بالمطبخ التركي وتاريخ الطبخات التركية، وطبعا احنا الأتراك لنا تاريخ مشترك كبير، مرينا في تاريخ مشترك. زي ما حكيت، الهدف الأساسي من هذا النشاط هو التعريف بالطبخات التركية والتعريف بالثقافة التركية من خلال المطبخ التركي، وأيضا من خلال مجموعة أخرى من النشاطات التي إن شاء الله نبادر إلى إقامتها قريبا ضمن الاتفاقية اللي وقعناها اليوم مع الملحقية الثقافية التركية إن شاء الله.